السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، معكم مبرمج أحمد محمدي شحاتة، وحلقة جديدة من كورس تعلم البرمجة باستخدام لغة سي بلس بلس. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القواعد العامة لكتابة المتغيرات. النهاردة احنا هنكتب أشهر المتغيرات اللي احنا بنستخدمها في الكود، مجرد تأكيد بس عليها. انا عارف ان انا شرحتها بس مش بتفصيل اوي يعني، او مش كان مرضي جدا يعني. انا النهاردة هشرحها بطريقة افضل بكتير. هنتكلم مثلا النهاردة عن اول متغير اللي هو الكاركتر، وده بيتكتب اسمه كده شار، وده بيشيل واحد حرف واحد بس، ماشي؟ ما يقدرش يشيل غير حرف واحد بس، هو معمول لكده. مثلا خلينا نكتب جوه البلد بتاعتنا char rs مثلا هيساوي، لما تيجي تحط له قيمة بتحطها جوه سنجل كوت، اللي هو السنجل دوت اهوت. مثلا عاوز تحط له يو جي كي اي حاجة، لازم تحط له سنجل كوت، لان هو بيشيل حرف واحد بس زي ما قلنا. في الشورت واللونج والفلوت والدبل. الشورت بيشيل مثلا من 32,000 بالسالب وسبعمية حاجة وستين، 68 أعتقد، ليه 32,700 برضو حاجة، 67 بالموجب، ماشي. واللونج انتجر ده بيشيل مثلا من 2 مليون أو 2 مليار 100 مليون 47,483,648 من السالب لحد الموجب، دي قيمة كبيرة جدا، ماشي. بيشيلها اللونج انتجر، هو بيتكتب لونج. الانتجر بينهم هما الاثنين في الحجم، مش صغير قوي زي الشورت ومش كبير قوي زي اللونج. في الفلوت ودوت شورت نمبرز، او زي ما تقول كده زي الانتجر مش زي الشورت، الانتجر اكبر شوية من الشورت، زي بس بياخد كسور. واللونج زي الدبل، قصدي زي اللونج بس بياخد كسور، يعني زي ما بتقول كده دولت شبه بعض. فمثلا هناخد أمثلة كده، مثلا هنا شورت مثلا بار اوف نمبر اوف بيبول بيساوي مثلا هنقول صفر، ده الانيشاليزر فاليو. والانتجر مثلا هنقول كيو دي واي كوانتي مثلا صفر برضه، نخليها كلها صفر. و اللونج ياخد رقم، سوري لونج ياخد رقم كبير شوية، اكس مثلا نمبر، والدبل ولا نتكلم ده اللونج ما بياخد رقم كبير، ماشي، بس رقم عشري مش بيقبل كسور، مش ريال. هناخد مثلا بنبدأ الحروف اللي قصدي اللي هو الحاجات اللي بتاخد كسور زي الفلوت، مثلا هنسميه اكس ريال، سو صفر. والدبل
اكس اكس ريال هيساوي صفر. كده بقى عندنا كله الشورت رقم صغير ماشي 32,000 اخره 700 وحاجة، الانتجر اكبر منه حاجة يعني حوالي 2 مليون وشوية نمبر، اللونج بياخد 2 مليار و174 مليون، يعني ارقام كتير يعني. الفلوت زي الانتجر بس بيقبل كسور، والدبل زي اللونج بس بيقبل كسور. اعتقد الموضوع كده، مش في ناس سألوني كتير في المتغيرات ديت ومش فاهمينها وبتاع، انا اضطريت اعيدها تاني بطريقة مختلفة عشان الناس ايه تفهمها اكتر، انها مهمة جدا يعني، مهمة لأقصى حد. فانت احفظها بالطريقة ديت، الكاركتر حرف واحد، الشورت حرف او نمبر يعني ممكن يشيل زيرو مثلا، بس لازم يتحط بين سنجل كوت كده، مش دبل كوت اللي هي زي ديت كده، لا مش زي ديت، سنجل كوت تعمل من غير ما تدوس شيفت على الزرار، اللي هو هتلاقي السنجل كود دوت جنب الانتر ماشي، هو لو دوست شيفت هيديك دبل، لو ما دوستش هيديك سنجل ماشي. والشورت بيشيل رقم صغير، الانتجر بيشيل رقم اكبر شوية، لونج بيشيل رقم كبير جدا، الفلوت زي الانتجر بس بيشيل كسر، والدبل زي اللونج بس بيشيل كسور. طبعا دي الماكسيمم كاباسيتي، مش لازم تحط فيه الكمية ديت صح؟ هنستخدم الـ IO stream عشان نستخدم الـ Dalla Cout. اللي مش عارف الـ IO stream ماشي يبقى عنده مشكلة، لا أو الـ STD، لازم يراجع المحاضرات اللي فاتت من بداية الكورس لحد ما احنا واقفين، لأن دي حاجات مهمة. مثلا هنقول ايه، سي اوت او كاوت زي ما الناس بتقول، ذا شار از هنكون كاتينيتو ب ال ار اس، بعدين نكون كاتينيتو بال اند ال عشان ننزل السطر اللي بعديه. سي اوت ذا شورت از كاتينيتو، ممكن نعمل كده يطلع لنا على طول كنترول مسافة، لو انت مش عارف تكتب الكود هيفتح لك لسه ويديك السجستر، وتقدر تعمل كده اهوت، يبدأ يختار لك من الأكواد اللي طلعت ديت ماشي. وبعد كده اند لاين سي اوت ذا، انت كنت وصلنا للانتجر ذا انت از كيو تي واي اند ال سي اوت ذا، وصلنا لونج از، نقول هنا ايه لو هي اكس نمبر سي اوت ذا لونج ذا سوري ذا فلوت اكس ريال اكس اكس او ذا دبل از،
اكس اكس ومن ناحية اكس اكس ريال انت ال ورن البروجكت بتاعنا. ليه وقف هنا؟ الكاركتر دوت ما ينفعش تدخله فاضي، ممكن تعمله مسافة كده اهوت، ساعتها مش هيرفض، لكن ان انت تديله قيمة فاضية، انا ما دخلتش حاجة من الكودز عشان اوريكم ان هو ما ينفعش يحط قيمة فاضية، هيقف ويوقف لك الكود. ماشي، اهو فتح لك اهوت، اهوت قال لك ده كاركتر حاجة فاضية، شورت صفر، اللينت صفر، اللونج صفر، وكله بعد كده فيه صفر. ودلوقتي هنحط داتا في البيانات ديت عشان بس نشوف كده. واي مثلا هنقول هنا 11، كوانتيتي 999 مثلا، اكس نمبر، اللونج هيبقى مثلا رقم اكبر شوية، الريال 33.90، والإكس إكس ريال هيبقى مثلا 66.99 مثلا يعني، والرن. أهو قبل نفس الأرقام اللي احنا دخلناها له، كل واحد ده قلنا بياخد حرف واحد، دوت بياخد رقم بس صغير اخر 3000، وده بياخد انتجر اكبر شوية بين دوت وبين اللونج اللي بياخد رقم كبير قوي فوق 2 مليار، ودوت الفلوت بياخد يعني كسر 10 بس هو زي الانتجر نفس حجم الانتجر، والدبل نفس حجم اللونج بس بيقبل الكسور العشرية. وخلاص كده اهوت، طبعا عشان 999 هو قربها لأقرب رقم 9، ما علينا. وزي ما هنشوفه دلوقتي إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.